السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا مع وصفة جديدة. نتمنى تكونوا كل شيء بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مطلوع الزيت اللي كيجي بحاله بحال البيني، كيجي رائع وخوي من الداخل. نتمنى تعجبكم الوصفة وتشوفوها معايا من الاول حتى الاخير، وما تنساوش لايكي الا كنتوا اول مرة تشوفوا الفيديو، اشتركوا مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تشاركوها مع الاحباب ديالكم. يلا غادي نحتاجوا 450 غرام ديال الدقيق الابيض، وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، فانيلا غادي نسمها بالفانيلا، ممكن لكم تنسموها بالبسباس ولا النفع، واحد الملعقه صغيره مطحونه كيجي زوين بزاف، انا ما متوفرش عندي. نعمل ملعقه صغيره مع مرج ديال السكر، ربع ملعقه ديال الملحه صغيره، وغادي نحتاج الكاس كبير ديال اكثر من الكاس ديال العنبه ديال الحليب دافي بطبيعه الحال باش تفعل لينا الخميره. غادي نوضع الملحه على الدقيق، وغادي نخلطها شويه ونعمل واحد الحفره في الوسط. ضروري من نعملوا الملح مع الدقيق باش ما تخلطش لينا مع الخميره وما تفاعلش. نوضع السكر ونوضع عليه الخميره، دائما كنعرفوا السكر هو اللي كيعطي يعني الخليط ما بين السكر والخميره كيعطي واحد المفعول مزيان، دغيا كتفاعل. وضعت الفانيلا حتى هي بجهه اخرى. غادي نوضع الحليب، واحد ربع كاس من هذا الكاس الحليب كيف ما قلت لكم غادي يكون حسب الخليط، وهاد العجينه هذه تجي شويه قاصحه بحال كيف ما كنعملوا المسمن. غادي نخلط شويه بحال هكا، غير واحد شويه بحال هكا، غير ديك الخميره وداك السكر هكا واحد شويه. وغادي نجيب واحد الفيلم، فيلم اليمونتير، غادي نغطي به الدقيق ديالي غير واحد الخمسة ديال الدقائق، غير حتى تتفاعل ليا ديك الخميره مع السكر والحليب. واحد شويه ونرجعوا لها. كيف ما راكم تلاحظوا، من بعد ما دازت عليها واحد 4 ولا 5 ديال الدقائق تفاعلت الخميره بحال هكا مزيان مزيان. هاد النتيجه هادي كتعطي واحد مفعول مزيان لهذا الخبز. هذا غادي نبدي نخلط باليدين ديالي داك الوسط اللي فيه السكر والخميره، ومن بعد غادي نبدي نجمع هكا شويه بشويه بداك الحليب حتى غادي تجمع ليا العجينه. ممكن غادي نزيد شويه ديال الحليب، وممكن غادي نشيط ولا غادي يجيني هو هذاك. غادي بلا ما غادي ندعكوها بزاف، غير واحد دقيقه ولا زوج، غادي نحطها على سطح العمل باش تشهر ليا. بعد ما غادي نمسحو هكا شويه هكا، غادي نبدي ندلك فيها هكا واحد شويه حتى غادي تجانس العناصر مزيان. حسوا بلي ان العجينه ديالنا ولات ملسه شويه، ما بقاتش يعني متقطعه بحال هكا، ما تكونش قاسحه، ما تكونش يعني كتلصق في اليدين، كتكون زوينه واحد العجينه مزيانه. صاي مباشره غادي نقطعها على اثنين بحال هكا، خص يكونوا قد قد. هاد العجينه هذه غتعطينا واحد 16 المثلث، يعني غتعطينا واحد الكميه لاباس بها. الا بغينا كنا عائله كبيره ممكن نضعفوا المقادير. صاي غادي نعملها كرات بحال هكا، خص يكونوا قد قد. نحاول نقدهم مزيان من التحت باش ما تجينيش الدائره من بعد عوجه. صاي غادي نجيب واحد المنديل بحال هكا، وغادي نوضع فيه هكا وحده بعيده على وحده، وغادي نخليهم حتى غادي يختمروا مزيان، وغادي نرجعوا من بعد ما غادي يختمروا لينا ولا يضاعف الحجم ديالهم. ومن بعد ما اختمروا مزيان، انا هنا حيدتهم من المنديل وحطيتهم في هذا الريسبسيون وغطيتهم مزيان باش هكا يضاعف لي الحجم ديالهم بسرعه. غادي نحتاجوا شويه ديال الدقيق وواحد الدلاك بحال هكا، غادي نحيد عليها البلاستيك، وغادي نهز واحد الدائره بحال هكا بلا ما غادي نخوي لها لا هو لا حتى شي حاجه، مباشره نخدموها. نحط شويه الدقيق على سطح العمل لواحد الرشيشه بحال هكا، راه ما غادي تلصق ما حتى شي حاجه لان عملناها قاصحه، ما خاصكمش تعملوها مطلقه اكثر من هكا باش تجي لكم الخدمه زوينه وما تعذبكمش. غادي هكا نحلها بشكل دائري، ما نحلهاش بزاف، غادي تشوفوا معايا قداش غادي يكون السمك ديالها.
خاصنا نحاولوا باش نعطيو لها شكل دائري، خاصها تكون بحال هكا، واحد جوج مليمتر ولا بحال هكذاك. صاي نقاد لها الدوره ديالها مزيان، لان هنا مهم جدا اننا نعطيو لها الشكل ديالها مقاد. غادي نجيبو اما هاد القطاعه يا اما القطاعه ديال البيتزا، انا غادي نستعين بالقطاعه ديال البيتزا، وممكن لكم تعملوا حتى ديك الجراره اللي كنديروا بها الشباكيه ولا السكين اللي كنتوفر عندكم. والحاجه خاصنا نتراسيو باش ما يجيوناش المثلثات عوج، في الاول دائما نتراسيو قبل ما نقطعو. عاد باش غادي نقطعو حتى نشوفو بلي راهم مقادين، وغادي نقطعوهم بحال هكا. كيكون بحال هكذا كيف ما شفتو، عاودت وريتكم السمك ديالها. صاي غادي نحط واحد المنديل على سطح العمل في جهه اخرى، وغادي نحطهم كاملين هكذا، راه ما يتلاصقوش لينا. واخا غادي نحطهم وحده فوق وحده، نقطع هذه مازال بحال هكذا، وحده كتشوف عند وحده شويه بعادين على بعضياتهم. وغادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى يختمروا واحد المده ديال 20 دقيقه الا كانت الحراره شويه سخونه، المهم حسب الحراره ديال المطبخ. وغادي نستمر كيف ما عملت الاولى، نعاود الثانيه. دائما نستعينوا بواحد الرشه ديال الدقيق ونبديو نحلوها بالمدلاك هكا بشكل دائري. بالنسبه للسمك ديالها مهم انكم ما خاصكمش تعملوها رقيقه بزاف ولا غليظه بزاف، خاص تكون بحال هكا. صيط راسيتها وغادي نقطعها ونرجعها حتى هي تخمر. من بعد ما خمروا هنا راني عامله الزيت شويه غزير في المقله، وضعها عامله النار مجهده شويه، والتزيين غادي نحتاجوا الكاوكاو مهرمش ولا اللوز اللي كنتوفر عندكم، وشويه ديال الكونفيتير، وممكن لكم تستغناو عليهم تعملوا غير السكر. غادي نبدا نحط هكا الحبات كيف ما كتلاحظوا، ولا المثلثات راه ضعف الحجم ديالهم، وراكم تلاحظوا كيفاش كينتفخوا بسرعه، كينتفخوا بواحد السرعه. يعني انا مازالني عاد نحطوا الاولين صاي ينتفخوا. هذا المقادير هذه ولا هاد الوصفه ما تحتاج اننا نعملوها كوكاز الزيت عاد باش تنتفخ لينا ولا، يعني وصفه ناجحه من الاول. غير كتحطيها على الزيت كتطلع بواحد السرعه، كتحسي بالنجاح ديالها وكتكوني ناشطه فاش كتشوفي الوصفه ديالك نجحات مزيان. صاي غادي نخليهم ياخذوا اللون الاحمر من التحت، وغادي نقلبهم. كيف ما قلت لكم يعني كينتفخوا بواحد السرعه وبواحد الشكل كبير، يعني ضروري ما غادي يكون داك الاسفل ديالهم ديال الدوره ما غاديش يوصلوا الزيت باش يولي لينا اللون ديالو احمر ولا يحمر لينا. فانا هنايا غادي نعملهم بحال هكا كيف ما شفتوا، يعني مثلث هكا واقف باش غادي ياخذوا اللون حتى من الجهه ديال الدائره باش ما يبقاوش لينا هكا كبويض. صاي وغادي نحيدهم، ما يجيو لا شاربين الزيت لا حتى شي حاجه. نتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا، يعني ما تعكزوش عليها، ضروري ما غادي نحطوهم على واحد الطبسيل يكون فيه واحد الوراق نشاف باش هكذا ما داك الباقي ديال الزيت واخا هما ما كيشربوش الزيت. وغادي نستمر حتى هادو التانيين بنفس الطريقه، غادي نحطو ما كيتقلاو، وغادي نوريكم بنتي ضروري خاصها تهضرني في العجين ضروري. ها كيف ما كتشوفوا تقبط لي هذا المثلث، هذا محال واش غادي يطلع. وكانت الوصفه ديالي هي هذه كيف ما كتشوفوا، زوينه بزاف. نتمنى تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، نتمنى تشتركوا الوصفات ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش هكذا القناه ديالي تزيد تكبر، وانا دائما معكم على الوصفات هكا السريعه والسهله والناجحه. كيجي خاوي من الداخل زوين. انا هذا زينته بالكونفيتير وهكا بالكاوكاو مقلي، ممكن لكم تعملوا فوق الشوكولات ولا تعملوا السكر الثقيل ولا السكر سنيده.
اولا ممكن لكم حتى كيف ما كتشوفوا كتكون بحال هكا تقبوها وتعمروها بلاك كريم باتيسيير ولا يعني واحد الكميه قليله ولا الشوكولاته وتزينوها كيف ما زينتها انا يعني من الفوق كتجي زوينه بزاف. وغادي نخليكم الى فيديو جاي والسلام عليكم ورحمه الله.